السلام عليكم، تحية لجميع الأصدقاء والصديقات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دونك هاد ستوري هذا ولا هاد ستاتيو ديال اليوم بغيت نبارطاجي معكم شي حويجات، ربما بغيت نصحح بزاف ديال المفاهيم، ربما يعني بزاف ديال الناس بزاف ديال الأصدقاء سيرتو الأصدقاء ديال عبد الهادي المغربي عندهم شي مفاهيم اللي هي خاصة بهم انطلاقا من المكتسبات ديالهم ولا من القناعات ديالهم ولا كيفاش هما تيأناليزيو ولا تيكالكيليو الأمور بصفة عامة. المهم هادشي كامل مزيان تبارك الله عليك. دونك ديريرمون شفتو بزاف ديال لي ستوري، بزاف ديال لي ستاتيو، بزاف ديال لي فوطو تلاحو، بزاف ديال لي فيديو كذلك. كاين اللي تياخد الأمور وكاين اللي تيفهم الأمور إيجابية وكاين اللي تيفهم الأمور سلبية، دونك المسألة اللي هي عادية وميمكنش أن كلشي يفهم الامور ايجابيه وما يمكنش كذلك كلشي يفهم الامور اللي هي سلبيه. دونك هذه الفوطو ولا هذه الصوره اللي غنبارطاجيو معكم بغيت نصححكم الفهم، ليس للاستعراض العضلات، ماشي على اننا نبان عليكم ولا اننا مثلا نقول لكم فوالا شنو غنديروا حنا شنو غنديروا حنا ولا كمغريات ولا شي حاجه. بالعكس مره كاع ما عندناش الحمد لله هذه علاش جست حنا كنحنا بحال تقريبا الناس كامله كما نتوما كذلك كما نتوما تبارطاجيو لي ستوري ديالكم ولا تبارطاجيوني مع تبارطاجيو معنا لي مومون اللي تعيشوا في لا جورني ديالكم بصفه عامه تتقاسموها معنا. مي الفرق بيناتنا ولا الاختلاف الوحيد اللي كاين بيننا وبينكم شنو هو شو انت شنو تبارطاجي. الحمد لله الغايه ديالنا ولا الهدف ديالنا هدف اللي وانا بيه لوبجيكتيف منه هو اننا نبارطاجيو الناس ولا ربما اننا انسبيري يعني بزاف ديال الناس ربما يعني اكثر منا ولا ربما بحالنا حتى كنا حتى حنا كنا تنعيشوا الواقع والواقع بيان سور اللي كنا حنا نسمعنا بيان سور اللي خصنا نكونوا عارفينها واللي عن طريق هاد لا سيتياسيون اللي خلاتنا اننا نبدلو من طريقة التفكير ديالنا ولا ندوزو لاكسيون باش اننا نبدلو الواقع ديالنا ونحطو الاحلام ديالنا ونحطو الاهداف ديالنا فربما بدلنا بزاف ديال لي زابيتود وهذا هو الميساج اننا نبدلو بزاف ديال العادات اليومية كما لله سبحانه وتعالى وهذه دائما تنقولها اي واحد فينا عنده عادات ايجابية وعادات اللي هي سلبية الإيجابية ولا العادات اللي هي زوينة خليها ما هضرناش عليها من العادات اللي ديجا انت تكتب فيها الوقت ولا اللي ربما انك عاودتيها العشرات ديال السنين وما عطاتك حتى نتيجة وما عطاتك حتى تغيير في حياتك فهنا كاين مرة الفرص وخصك تبدل هاد العادات هادي. هو الشرج مصعب باش نكون معكم واضح مي ممكن انك تبدل اذا كانت عندك الإرادة وكانوا كان عندك طموح كانت عندك رغبه باش انك تبدل الواقع ديالك فاول حاجه غادي تبدا بها هما العادات السلبيه ولا العادات اللي ما مزياناش باش انك تقدر تبدل المستقبل ديالك اللي جاي ان شاء الله وربما حتى الحاضر ديالك. دونك لو ميساج لجميع الاخوان والاخوات اللي ديجا سيرتو اللي عندي في الواتساب وسيرتو اللي تعرفوا عبد الهادي المغربي اول حاجه غادي نديروها حاول عفاك اول حاجه انك تفهم هذا الشيء ايجابيا. دونك كما قلت ليس للاستعراض عضلات ما جيست انني انا تسمى واحد المجموعه ديال المراحل وربما وعيت بشي حوايج حتى انت راك واعي بها غير هي يعني الفرق بيني وبينك الفرق بيني وبين بزاف ديال الناس غير انا خديت لو كوراج باش انا نبدل حياتي ونبدل المستقبل ديالي وانت ربما عندك ترددات ولا عندك مخاوف اللي خلاتك انك تبقى بلاصتك. بكل بساطة يعني كاين واحد الحكمة تقول نفس الأعمال يومية نفس النتائج فإلا بغيتي إلا كانت النتائج الحالية غير مرضية وما عاجبكش فأول حاجة خصك تبدل هذاك الشيء اللي تدير اليوم ولا غادي ديرو غدا ولا اللي درتيه البارح فخصك تجلس مع راسك ودير واحد البيلون ودير واحد ليفاليسيون ديال حياتك كيفاش غادا ديال 5 سنين كيفاش دازت وهنا عليها تبني التغيير ديالك. دونك بدل حاجه نقص حاجه المهم ليسونسيال هو انك ما تبقاش طالع ليسونسيال هو انك ما تبقاش حابس بلاصتك فجامي ان تبدل شي حاجه في المستقبل ديالك الا ما بدلتيش داكشي اللي تدير بكل صراحه وبكل بساطه كذلك. دونك تحياتي تبارك الله عليكم وهذا بما يخص الستاتي ديال اليوم وان شاء الله بحول الله غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال لي زيتاب ربما انكم تشوفوا لا كريم يعني كيفاش
نشوفوا ربما الانجازات، ربما السلبيات اللي كنعيشوا، ربما الحمد لله الانجازات لا الشخصيه لا العائليه لا العمليه اللي نقدر نوصل لها. متاكد انا هادشي ما جاش غير هكاك، لازم واحد من مجموعه ديال المراحل اللي غادي نتقاسمها معاكم. داكور، معمر نحات تياخد العسل بلا ما يقصو نحات، هادي هي حاجه اللي خصنا نعرفو نتأمن بها ونكون عارفينها. وكذلك حتى القاعده العامه ديال النجاح، ما كاينش نجاح بدون تضحيات. تبارك الله عليكم، بون كوراج. غير هي التضحيات الحمد لله اللي تضحى في سبيل النجاح، يقدر اي واحد يضحي بها. داكور، سينو لي ستوري وحدين اخرين، لي ستاتي وحدين اخرين اللي غادي نهضر لكم فيها مزيان على المراحل اللي دزت منها باش نقدر نوصل الحمد لله هاد الشويه من بزاف ديال الحوايج اللي تنطمح انني نوصل لها. تبارك الله عليكم، تحيه عبد الهادي المغربي.